εν σοφόν μάρεν τώρο πως εν τευαρέρον, χεν πάει εώθω απφάιν εμνεωτήρον τεπενόν, χεν χερίνιν ευέν εν τζέπι παντο κρατόρ επσο εισπενώτη. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك وأشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة منهم بالصلاح عنا في كل حين ويغفر لنا خطايانا يا رب ارحم من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام إن مع مخافتك كل حسد كل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وعلى كل قوة العدو Irene Passi
صوت أيضا نسأل الله ضابط الكل ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، أذكر يا رب مرضى شعبك. يا رب رحم. تعهدهم بالمراحم والرأفات، اشفيهم وانزع عنهم وعنا كل مرض وكل سقم وروح الأمراض اطرده. والذين أبطأوا مطروحين أقمهم وعزيهم. الذين من الأرواح المعذبون من الأرواح النجسة أعتقهم جميعا وارحمهم. الذين في السجون والمطابق، الذين في النفي والسب، المقبوض عليهم في عبودية مرة، يا رب أعتقهم جميعا وارحمهم، لأنك أنت الذي تحل المربوطين وتقيم الساقطين. رجاء من ليس له رجاء، معين من ليس له معين، عزى صغير القلوب منا الذين في العاصف، كل الأنفس المتضايقة والمقبوض عليها أعطيها رب رحمة، أعطيها معونة، أعطيها نعمة، أعطيها خلاص، أعطيها غفران خطايا وآثامها. ونحن أيضا يا رب أمراض نفوسنا اشفيها، والتي لا أجسادنا عافيها. أيها الطبيب الحقيقي الذي لنفوسنا وأجسادنا، يا مدبر كل جسد، تعهدنا بخلاصك. رب رحم. Again, we ask your goodness, O lover of mankind. Remember, O Lord, our fathers and brethren who are traveling. And those who intend to travel anywhere, strengthen all their ways, whether by sea, rivers, lakes, roads, or air. Those who are traveling by any other means, everywhere and anywhere, lead them into a haven of calm, a haven of safety. Graciously accompany them in their departure and be their companion in their travel. Bring them back to their own rejoicing with joy and safe and security. Be a fellow worker with your servants in every good deed. As for us too, O Lord, keep us our sojourn in this life without harm, without storm, and undisturbed unto the end. فلنسبح مع الملائكة قائلين المجد لك. الحمد لله في العالم على السلام يا سمو صار نسبحك نبارك هذا وقت نسجد لك نعترف لك ننطق مجدك. نشكرك من أجل عظم مجدك يا رب ملك السماوات الله الآب ضابط كل الرب الابن الواحد الوحيد يسوع المسيح والروح القدس. أيها الرب الإله حم الله ابن الآب رافع خطية العالم ارحمنا. يا حام خطية العالم قوت البطن إليك أيجع على لسان أمين أبيه ارحمنا. أنت وحدك قدوس، أنت وحدك العالي يا رب يسوع المسيح الروح القدس مجد الله أمين. وبارك كل يوم سبح اسمك القدوس إلى الأبد وإلى الأبد الأبد أمين. منذ الليل رحت بكر إليك يا إله لأن أمرك هي نور على الأرض. كنت أتلو في طرقك لأنك صرت لي معينا بك يا تسمع صوتي بغداء أقف أمامك وتراني. قدوس الله قدوس الحي الذي لا يموت الذي عند عزاء أرحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت صلب عنا أرحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت الذي قام لهم أسعى السماوات أرحمنا. المجد لله والابن والروح القدس الآن وكل من ضاع الدور أمين. يا ثالوث قدوس ارحمنا، يا ثالوث قدوس ارحمنا، يا ثالوث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا سمنا، اغفر لنا زلتنا. يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيهم من اجل اسمك القدوس. ابانا واخواتنا الذين على قدر ربنا احفظهم. يا من هو بالاخطاء يا رب ارحمنا، يا الذي بالاخطاء يا رب عنا قلت البطن اليك، لان لك المجد العزيز القديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. اتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا كافنا اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن وإلى المذنبين علينا. ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فم خريستوس يسوس بين شوي سمينا الليل ويا شير إن أنت روس ويسمينا تمر سين سين بين تي مصنوص فوان بخريستوس. يعني سين تسمي سين أنين بيوين إطافين بخريستوس بين موتي برسين وسيس أواب. تي مر سين أسماري أم تي سين وطوكون سواب تمرسان سيتين واتتين جو سيتي مترومي. Kerene oti barse nosyoro eminali sini Şerep şoşon te benge nosari ekfon anene ben oyen Kerene oti barse nosyoro eminali sini
دين استيان بشليل صوب بصوت نفسي شي بطوفون امتي مسبي صوب شغرنا في مفنوتي الصوم هو الذي رفع موسى على الجبل حتى خذلان الناموس من قبل الرب الإله دين استيان سين تسقولين إلي سيب جويد في عواص من دانيل بولخنف لقو سني موي ربنا يسوع المسيح صمعنا 40 يوما و40 ليلة حتى خلصنا من خطايانا قانون ونمرر نستي من خين وطوب ونمقو مسمي ويتيني برصي شستي نوشي بولنقو امو أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لأن لك المجد إلى الأبد إليني أوتي برصي نصير أمنا لسيني شيرين شوشون تبين جنو صريك فونان المانوين انتي او قريب النبيوتي برستاتي ستنوت نار بين شويدة نار استودن دفكار النوبي ناني بول هوني يدخن او مسمي بن يوتس وان بطري يرشي صابا سانس يوز بيا وسطني قوز بي من ريت انت بخريستوس وبي مبشوي ساري يقن بن يوتس وان بطري يرشي صابا سانس يوز بيا وسطني قوز دفكار النوبي دوين ثواري سمسي قن خني متشو سي تركين خيتو تشوسن بترن تسيو توكو ستو ينبر سينو سنسيون بين ماتي هم في طاري ماتي بن سوتير ناغا صوت دفولين نخيسي بلار دف سمنين ان انت بيريني سلام لكية والعزر الملك الحق الحقانية سلام لفخر جنسنا ولتي لنا عمانوئين نسألك اذكورينا ايتها الشفيع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا نعظمك يا أم النور حقيقة ومجدك أتغاط قديسة ولا تلغى لأنك ولا ترى مخلص العالم أدى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر الرسل كليل الشهداء تهليل الصدقين سبات الكنائس غفران خطايا نبشر بالثالوث القدوس داود واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقة من إله واحد الله الآب بارك الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل دور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم وقبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي ينبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الله للآتي آمين تنقش تبول قائدين تعالى الصاسي سنتين يرف موت نمدي سيشو نيرون شنهيت خارون آمين سوتم إيرون آمين إزمويرون أريرون أريفوي سنين آمين
ارفع غضبك عنا وافتقدنا بخلاصك واغفر لنا خطايانا. منك يا ليس وعنك يا ليس وعنك يا ليس. نبوات الأسبوع الأول من الصوم الأربعين المقدس الذي لمخلصنا الصالح بركته المقدسة فلتكن مع جميعنا آمين. من سفر الخروج لموسى النبي بركاته المقدسة تكون معنا آمين. ثم قال: أنا إله أبيك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. فغطى موسى وجهه لأنه خاف أن ينظر إلى الله. فقال الرب: إني قد رأيت مذلة شعبي الذي في مصر وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم، إني علمت أوجاعهم. فنزلت لإنقاذهم من أيدي المصريين وأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جديدة واسعة، إلى أرض تفيض لبنا وعسلا، إلى مكان الكنعانيين والحيثيين والأموريين والفرزيين والحويين واليبوسيين. والآن هو ذا صراخ بني إسرائيل قد أتى إلي، ورأيت أيضا الضيق التي يضايقهم بها المصريون. فالآن هلما فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر. فقال موسى لله: من أنا حتى أذهب إلى فرعون وحتى أخرج بني إسرائيل من مصر؟ فقال: إني أكون معك، وهذه تكون لك العلامة إني أرسلتك. حينما تخرج الشعب من مصر تعبدون الله على هذا الجبل. فقال موسى لله: ها أنا آتي إلى بني إسرائيل وأقول لهم: إله أباءكم أرسلني إليكم. فإذا قالوا لي: ما اسمه؟ فماذا أقول لهم؟ فقال الله لموسى: أهي الذي أهيه. وقال: هكذا تقول لبني إسرائيل: أهي أرسلني إليكم. مجدا للثالوث القدوس إلهنا إلى الأبد آمين. من أشعياء النبي بركات المقدس تكون مع جميعنا آمين. في ذلك اليوم يكون غصن الرب بهاء ومجدا، وثمر الأرض فخرا وزينة للناجين من إسرائيل. ويكون أن الذي يبقى في صهيون والذي يترك في أورشليم يسمى قدوسا، كل من كتب الحياة في أورشليم. إذا غسل السيد قذر بنات صهيون ونقى دم أورشليم من وسطها بروح القضاء وبروح الإحراق، يخلق الرب على كل مكان من جبل صهيون وعلى محفلها سحابة نهارا ودخانا ولمعان نار ملتهبة ليلا، لأن على كل مجد غطاء. وتكون مظلة للفيء نهارا من الحر ولملجأ ومخبأ من السيل ومن المطر. لأنشدن عن حبيبي نشيد محبي لكرمه. كان لحبيبي كرم على أكمة خصبة، فلقبه ونقى حجارته وغرسه، كرم صورقي وبنى برجا في وسطه ونقر فيه أيضا معصرة، فانتظر أن يصنع عنبا فصنع عنبا رديئا. والآن يا سكان أورشليم ورجال يهوذا، احكموا بيني وبين كرمي، ماذا يصنع أيضا لكرمي وأنا لم أصنعه له؟ لماذا إذ انتظرت أن يصنع عنبا صنع عنبا رديئا؟ فالآن أعرفكم ماذا أصنع بكرمي: أنزع سياجه فيصير للرعي، أهدم جدرانه فيصير للدوس، وأجعله خرابا لا يغضب ولا ينقب، فيطلع شوك وحسك، وأوصي الغيمة أن لا يمطر عليه مطرا. إن كرم رب الجنود هو بيت إسرائيل، وغرس لذته رجال يهوذا. فانتظر حقا فإذا سفك دم، وعدلا فإذا صراخ. مجدا للثالوث القدوس. Κληρωμήν τα ονότ. Να είναι ανυφνότ φιόλ βίβαν το κρατόρ. Αναστομήνε κληρωμήν τα ονότ. Να είναι ανυφνότ ήπεν σωτήρ. Και αναστομήνε κληρωμήν τα ονότ. Να είναι ανυφνότ ήπεν αϊνόν. أيها الطويل لنا الكثير الرحمة الحقيقي، اقبل صلاتنا وطلباتنا منا، اقبل ابتهالنا منا وتوبتنا، واعترفنا على مسبحك المقدس غير الدنس
فلنستحق أن نسمع سماع نجيلك المقدسة ونحفظ وصاياك وأمرك ونثمر فيها 130 بالمسيح يسوع ربنا. رب ارحم. اذكر يا رب مرضى شعبك افتقدهم بالمراحم والرأفات اشفيهم. رب ارحم. اذكر يا رب أبانا أخواتنا المسافرين ردهم إلى أوطانهم بسلام وعافية. رب ارحم. كليرو مين تونات. أنستومين كليرو مين تونات. كي أنا استمين كليرو من تونات. أينان إفنوتي وون أينان. أذكر يا رب هوية السماء وثمرات الأرض باركها. يا رب ارحم. أذكر يا رب مياه النهر باركها صعدها كمقدارها كنعمتك. يا رب ارحم. أذكر يا رب الزروع والعشب ونبات الحقل باركها. يا رب ارحم. كليرو من تونات. أينان إفنوتي فيود ببنتوكراتور. أنا استمين كليرو من تونات. أينان إفنوتي بنسوتير. كي أنا استمين كليرو من تونات. نينان إفنوتي ووه نينان. أذكر يا رب خلاص الناس والبهائم. يا رب ارحم. أذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل أديرة أبائنا الأرثوذكسيين. يا رب ارحم. أذكر يا رب عبدك رئيس أرضنا احفظه في سلام وعدل ومقدرة. يا رب ارحم. إكليرو من تونات. نينان إفنوتي فيود ببنتوكراتور. أنا استمين كليرو من تونات. نينان إفنوتي بنسوتير. كي أنا استمين كليرو من تونات. نينان إفنوتي وون نينان. أذكر يا رب المسبيين نجهم جميعا. يا رب ارحم. أذكر يا رب أبانا أخواتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان الأرثوذكسي نيح نفوسهم أجمعين. يا رب ارحم. أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين الذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم الأجر السمائي. يا رب ارحم. إكليرو من تونات. نينان إفنوتي فيود ببنتوكراتور. أنا استمين إكليرو من تونات. نينان إفنوتي بنسوتير. كي أنا استمين كليرو من تونات. نينان إفنوتي ووه نينان. أذكر يا رب المتضايقين في الشدائد والضيقات خلصهم من جميع شدائدهم. يا رب ارحم. أذكر يا رب موعوزي شعبك ارحمهم. يا رب ارحم. ثبتهم في الإيمان بك كل بقية عبادة الأوثان انزعها من قلوبهم. ناموسك خوفك وصاياك حقوقك أوامرك المقدسة ثبتها في قلوبهم واعطهم ان يعرفوا ثبات الكلام الذي وعظوا به في الزمان المحدد فليستحقوا حميم الميلاد الجديد لغفران خطاياهم استعدهم هيكلا لروحك القدوس. يا رب أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل أطهار المكرمين قائلا إن أبيان وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون فلم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون فلم يسمعوا أما أنتم فطوب لعينكم لأنها تبصر لأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبة قديسك. يا رب ارحم. Remember also our master those who ask us to remember them in our supplication and prayers which we offer to you, our God. Those who have already fallen asleep, repose them. Those who are sick, heal them. For you are the life of us all, the salvation of us all, the hope of us all, the healing of us all, and the resurrection of us all. Alleluia. You.
افز مروت انجافيس نيوخن افران افشيسن تنيقوم كيريا فلوغي سونيك توقاتا ماركونا جيوني افانجيليوت تو انا ونسما واسي كيريا قفوا بخوف امام الله وانصتوا لسماع الانجيل المقدس فصل من بشارة معلمنا مرقس البشير بركاته علينا آمين. من شو إيسو بنوتي وبن سوتيرو بنورو تيرين إيسوس بخريستوس بشيريم بنوتي تنخ بيوناف شايني بيوفا بنوتي بي من مزامير بين داود النبي والملك بركاته علينا آمين وأنت أيها الرب إلهي ألا تبعد رأفاتك عني رحمتك وبرك هما اللذان اقتبلاني في كل حين الليل ويا مبارك الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين فلما رأى يسوع أن الجمع يتراقضون انتهر الروح النجيس قائلاً أيها الروح الأب كما الأصم أنا أمرك أخرج منه ولا تدخله بعد فصرخ وصرعه كثيرا وخرج فصار كميت حتى قال كثيرون إنه مات فأمسك يسوع بيده وأنهضه فقام ولما دخل إلى بيته سأله تلاميذه على انفراد لماذا لم نقدر نحن أن نخرجه فقال لهم إن هذا الجنس لا يمكن أن يخرج إلا بالصلاة والصوم والمجد لله دائما جبني وتدخلني في عوي معرفته وانجيب كران مارسين جتك متغور جفق بمي عوشانين يا بان الذي في السماوات ليتقدس اسمك وليأتي ملكوتك لأن لك المجد إلى الأبد في زمروت جيف يطنمش نمبنا وما إسوات تتريا سجيك بولتن وشتم مستنتي أوناس يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفانا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا وأدخلنا في دار عبادك نجينا من الشرير من مسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين خم بخريستوس يسوس من شويس فاسكي فلاسيمون تو كيريو كليناتي نوبيون سو كيريي روس كومين ثم تبوبو أمين إيريني باسي سيد الرب يسوع المسيح الإبن الوحيد كلمة الآب قطع كل رباطات خطايانا قبل ألامه المخلص المحيا نفخ في جهد تلاميذ القديسين رسل الأطهار قائلا بل الروح القدس غفرتم ليهم خطايا مرد مسكتموا عليهم سكتموا كهنوت كل زمان كنيستك المقدسة اغفر خطايا الأرض اربطوا وحلوا كل رباطات الظلم سأطل من صلاحك يا محب البشر عبيدك أبي وإخواتي وضعفي نحن منحنين برؤوسنا مجدك المقدس ارزقنا رحمة قطع كل رباطات خطايا أخطأنا عليك في شيء بعلم بدون علم بعجز القلب فعل القلب صغر القلب أنت العالم ضعف البشر كصالح محب البشر عليهم اغفر خطايانا باركنا طهرنا حللنا حال سائر شعبك امين كريا لايسون كريا كريا لايسون كريا لايسون من الليل ويزق ساتريك ايوك ايومنا ماتي كنك ايك سوسي ونصوني ونامين كراشي ورنقو يموجي وبن شوي سيسوس بخريسوس في طابر نسبين ريقو نمني ونمني وشان تفسوت خلين نوي صوت مرون اينا كريا لايسون كريا لايسون كريا خوكي سون امين اسمو ايرويس مو ايرويس سيميطان يقولي والقوم بيسمو Christos benuti. Ur unterin mein nante krin sim nante krin kenu venani vol. Jithuk teti gum nimbi u nimbi dmu nimbi amahi sha ini amin ya abana allazi fi samawat. Qaddas ismak yati malakuta. Mashi'atuk kama fi sama kadhalik al ard. Jis nene lili akhin vrani fi utni shiat wab unuti unut amin duk sabatrika ayuk agnumati. Kenin kain kaisus yunstun amin salat tasbihat. الساعة الثالثة من النهار المبارك وقدم المسيح ملك إله أرجو أن يغفر لجميع خطايا 30 مذامير معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا أمين
اكساسيوس منفص بشارة الإنجيل معلمنا ماري يوحنا البشير التلميذ الطار بركاته على جميعنا آمين. معزز روح القدس الذي سيرسل باسمي فاعلمكم كل شيء واذكركم بكل ما قلت لكم. سلامي اترك لكم سلامي انا اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم اني قلت لكم اني امضي ثم اتي اليكم، لو كنت تحبون انا كنت تفرحون اني امضي الى الاب لان ابي اعظم مني. قلت لكم الان قبل ان اكون حتى متى كان تؤمنون. لست اكلمكم كثيرا بعد لان رئيس هذا العالم ات وليس له في شيء، ولكن لكي يعلم العالم انني احب ابي كما اوصاني ابي هكذا افعل. قوموا انطلق من هنا، أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. كل غوص فيه ليأتي بصبر يقطعه، كل ما يأتي بصبر ينقيه ليأتي بصبر أكثر. وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا فيا وأنا أيضا فيكم. والمجد لا دام أبدين أمين. تنوشتم كوبا خريستوس نمبيكيو تنواصوس نمبم نفما سوى بجياكي أكسط يوم النينان. Your Holy Spirit, O Lord, whom you send forth upon your holy disciples and honored apostles on the third hour, do not take him away from us, O good one, but renew him within us. Create in me a clean heart, O God, renew a right spirit within me. Do not cast me away from your presence. Do not take your Holy Spirit away from me. O Lord, who sent down your Holy Spirit upon your holy disciples and honored apostles the third hour, do not take him away from us, O good one, but renew him within us. O Lord Jesus Christ, Son of God, the Word, the Right and the Life-giving Spirit, a Spirit of prophecy and chastity, a Spirit of wholeness and righteousness and authority. O Almighty One, for you are the light of our souls, O you who give light to every man that comes into the world, have mercy on us. يا والدة الإله أنت الكرمة الحقية الحامل عنقود الحياة، نسألك الممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوما فيوما يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا. أيها الملك السماء المعزر والحق الحاضر في كل مكان مالك الكل كان صلحات ومعطى الحياة، هلما تفضل حل في نظائرنا من كل دنسية الصالح خلص نفوسنا. كنت مع تلاميذك المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ونحن سلام خلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحصف كالقيام في السماء. يا ولد لنا انت يا باب السماء، افتح لنا باب الرحمه. سألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا كثيره. امين. كريا ليسون 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 كريا ليسون. شو اسمنا تسبحت صلاة الساعة السادسة النهار بارك قدم المسيح مليكنا ولا نرجو أن يغفر الخطايا الكثيرة. مزامير تراتيل معلمنا داود النبى الملك الطاهر بركاته على جميعنا آمين.
لمعلمنا مريل وقلب الشيرة تلميذ الطار بركات على جميعنا آمين. فلما أبصر الجمال صعد الجبل نظر جمال تفضلية والفتحات كما سخرا طوبى المساكين بالروح لأن ملكوت السماوات طوبى الحذاء لأن متعدون طوبى الوداع لأنهم يرثون الأرض طوبى الجياع والعطاشر لأنهم يشبعون طوبى للرحماء لأنهم يرحمون طوبى لأنقياء القلب لأنهم يؤمنون الله طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله طوبى للمطردين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات طوبى لكم ذات أرضكم ما يركم أقل فيكم من أجل كل شر كاذبين افرحوا وتهللوا لأن لكم عظيم في السماوات فإنما هكذا طرد الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح فبماذا يملح لا يصلح بعد لشيء يطرح خارجا وتدرسه الناس أنتم نور العالم لا يمكن تكتف مدينة كان على جبل ولا يقدون سراجا وضعون رتح المكيال بل يضعون المنارة فيضيء لكل من في البيت هكذا فليذنكم قدام الناس لكي يرى أعمالكم الصالحة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات والمجد لله دائما ابدا امين تنوشتم وكب هرستوس نم بكيوت ناسوس نم بمن ما سوى بجاكي اكسط يوم نينانو يو ان ذا سكس داي ان ذا سكس اور واز نيل تو ذا كروس For the sin which our father Adam dared to commit in paradise, there the handwriting of our sins, O Christ our God, and save us, I cry to God and Lord, hear me. God, hear my prayers, do not refuse my petition, be attentive to me and hear me in the evening, in the morning, in the midday. I say my words and hear my voice and deliver my soul in peace. O Jesus Christ, our God, who was nailed to the cross in the sixth hour and killed sin by the tree and by your death, you made alive the dead man whom you created with your own hands and had died to sin. Put to death our pains by your healing and life-giving passions by the nails which you'll nail. Rescue our minds from thoroughness of the earthly deeds and the worldly lust to the remembrance of your heavenly commandments according to your compassion. إِذْ لَيْسَ لَنَا دَلَّ وَلَا حُجَّ وَلَا مَعْذِرَ مِنْ أَجْلِ كَسْرَةِ خَطَايَانَا فَنَحْنُ بِكَ نَتَوَسَّلُ الَّذِي وُلِدَ مِنْكَ وَلِتَرَى الْعَذْرَاءَ كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا أيتها الأم الطاهر لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولد منك لأنه رحوم وقادر على خلاصنا لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا فلتدركنا رأفتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا عنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس آمين نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لا كينينك أعيك الصنصيون الصنيون آمين أنت يا ممتلى نعمة وإطلاع العذراء نعظمك إن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل موتا مواتا كنا فنهضنا وسقفنا الحياة الأبدية ونون النعيم الفردوس الأول نجل هذا نمجد بشكر غير المات المسيح إلهنا نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا الكثيرة امين كرياليسون 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 Creation, 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 قدوس 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 رب الصباوت السماء والأرض انتهى المجد والكرامة لك ارحمنا يا الله الأبد أبانا الذي في السماوات قدس اسمك شويسين أنم شويسين ليلة ثابت ريكا يكوماتي كارين كارين كرسوث يونستون أمين تسبحة وصلاة الساعة التاسعة من النهار المبارك نقدمها المسيح ملكنا نقول يغفر لنا خطايانا ما زمير تأتي المعلمنا نور ببركاته على جمعنا أمين
دوكسوثي اوثي اوثي من فصل من بشارة الانجيل معلمنا ما يلوق البشير بركاته على جميعنا امين. حدثوا بما فعل فخزعوا معه ودخل عن فراد مدينة تسمى بيت صيدا، فلما علمت الجموع تبعوه فقبلهم وخطبهم عن ملكوت الله المحتاجون الى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدا يميل فتقدم اليه الاثنى عشر وقالوا له اسرف الجموع ليذهبوا الى القرى المحيطه والحقول ليستريحوا ويجدوا ما ياكلون فهنانا هنا في موضع القفر. فقال لهم اعطوهم انتم ليأكلوا، فقالوا ليس عندنا اكثر من خمس خبزات وسمكتين الا ان نمضي نحن ونشتري اطعام لهذا الشعب جميع، وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه ليتكئوا في كل موضع 50-50، ففعلوا هكذا واتكأوهم اجمعين. فاخذ خمس خبزات وسمكتين ونظر الى السماء وبركها وقسمها واعطى التلاميذ ليضعوا امام الجموع، فاكلوا جميعهم وشبعوا، ثم رفعوا ما فضل عنهم 12 قفة مملوءه. المجد لله دائما، مجد لله دائما ابديا امين. لكم قول الله بسلام نسجد لك المسيح لهنا مع بيك الصالح والروح القدس انك تيت وخلصنا. ارحمنا يا رب يا من ذاق الموت بالجسد في وقت الساعه التاسعه من جناح الخطاه، امت حواسنا الجسمانيه المسيح الهنا ونجنا. فليدنو توسلي قدامك بقولك فهمني لتدخل طلبتي الى حضرتك كلمتك احيني. O you who commanded the spirit into the hands of the Father as you hung on the cross in the ninth hour and guided the thief who was crucified with you into entering the paradise, do not neglect me, a good one, nor reject me, I the lost one, but sanctify my soul and lighten my understanding and allow me to be a partaker of the grace of your life-giving mysteries, that when I taste of your benevolence, I offer you praise without lukewarmness, longing for your splendor above all things, O Christ, our Lord and Deliverer. Amen. يا من ولدت من البتول من أجلنا واحتملت الصلب يا الصالح وقتلت الموت بموتك وأظهرت القيامة بقيامتك، لا تعرض يا الله عن الذين جبلتهم بيديك، أظهر محبتك للبشر يا الصالح، اقبل منك شفاعة من أجل أن نجي مخلص شعبا متواضعا، لا تتركنا الانقضاء ولا تسلمنا للظهر، ولا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك وإسرائيل قديسا. لما أبصر لإسرائيل الحياة الصليب وعلى غنقر مسلوم معنا لما تجسد مكان الشمس الفتشوع على الأرض مكان مرتاح قدرة كل شيء محتمل كل شيء اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. يا من قبل يا طرف اللصة الصليب وقلنا لك الصلاة أنا مستقبل حكم موت من أجل خطايانا وقرر خطايانا مع مطرفين بلوياتك نصرف معه جميعا اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. عندما نظرت الوالد الحمل والراعي مقل الصلاه لما نصرف معه لقد قالت ويباك ما لم يفرح لقبول الخلاص. اما اخشيت التبنى ان انصر ربوتك الذي انت صابر عليه من اجل كل ابني والهي اسالك يا رب اسمعنا وارحمنا. فلنا خطايانا كثيرة أمين كري لا يسون كري لا يسون كري لا يسون 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 كري لا يسون كري لا يسون يا رب ارحم. قدوس 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 رب الصباؤوت السماء والأرض ملأتين مجدك كرامتك ارحمنا الله الأب ضابط الكل يسر وسقط سر حمنا الرب لا قوة تكون معنا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك يأتي ملكوت شو اسنين للي آخر براني في وطني وشيه ثواب أنوتي متأمين دك سبتريك أيك أقل بماطي كانين كاين كاسسين صنين أمين صلاة تسبحات الغروب والنوم نار وبرق قدم المسيح ملك ولا يرجون يغفر لجميع خطايا 30 مدامير معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا امين. Holy, 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 a reading from the Gospel according to Saint Luke. May his blessings be upon us. Amen. And he arose out of the synagogue and entered in Simon's house, and Simon's wife's mother was taken with a great fever. And they requested him concerning her, and he stood over her and rebuked the fever, and it left her. And immediately she arose and served them. When the sun was setting, all those who had any sick with diverse diseases brought them unto him. And he laid his hands on every one of them,
and healed them. And devils also came out of many, crying out and saying, You are Christ, the Son of God. And he, rebuking them, did not allow them to speak, for they knew that he was the Christ. إذا كان الصديق بالجهاد يخلص فإن دخلت في نهر بحر ولا محتم له شريتي لكن أنت الله الرحم احسبني من أصحاب السنة الحادي عشر لأني أنا ذا بلا سامح ولبي بالخطا ولدتني أمي فما أكثر أن أنظر على السماء لكن لأتكل على غير رحمتك وحبتك البشرية صارخا قائلا اللهم اغفر لي هذا الخاطئ وارحمني سامتريك أيوك أيوم نماتي أسرع لي يا مخلص فضل لحظة الأبوي لأن أبليت عنف اللذات والشهوات قد مضى من نار وفات فلا نتكل على غير رفتك التي لا تفرغ فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك لاني اليك اصرخ بتخشع اطاط يا بتاع السماء قدامك ولست مستحقا ادعى لك انما لجعلك احد وجرائي انيك ايك صوصيون صونيون امين لكل اثم بحرص ونشاط فعلت ولكل خطيئه بشوق واجتهاد ارتكبت ولكل عذاب وحكم استوجبت فالى اسباب التوبه تسد الاظراف اليك تضرع بك استشفع واياك ذا عن ساعدين الا الا اخزاه وعند مفارقة نفسي من جدد يحضر عندي ولا مرات لا ذهبني ولا بغام كحيم اغلقي لألا ابتلع نفسي عروس بلاعب الخطر الحقيقي قدوس قوي قدوس الحي الذي لا يموت الا ظن عزا ارحمنا قدوس الله قدوس قوي قدوس الحي الذي لا يموت صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس قوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام لما انسى الصمات ارحمنا المجد لله يا ابن الروح قدوس الان وكل ان تهدر كل امين يا سلوس قدوس ارحمنا يا سلوس قدوس ارحمنا يا سلوس قدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا واغفر لنا اثامنا واغفر لنا زلتنا يا افتقد مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس ابانا اخواتنا الذين رقدوا رب احفظهم يا من هو بالاختيار رب ارحمنا يا الذي بالاختيار رب عنا اقبلت الباطنه اليك لنا لك المجد العز القديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين قدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على ارض خزائن تعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في التجربه لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوه والمجد للابد امين وإذا إنسان كان بورشليم اسمه طمعان هذا إنسان كان بورشليم وثقة عن تأسيس إسرائيل والروح القدس كان عليه وكان قد أعلم بأحمل الروح القدس النار المتقبع عن شح الرب أقبل روحي لكم ودخل بطنهم لما ظهر بطنهم طبع روح القدس الهيكل لما دخل بالطفل يسوع مرة سمعنا عزائي فارق الله قيلا أن أين ستطلع حتى السلام حسب قولك لأن أينك تخبصت خلاصك الذي أعطتك من الشحوب نور تقلل أمام أجداد شعب إسرائيل والمجد لله أمام وذا نعتيد أن أقف أمام الديان العال مرعوبا ومرتعدا من أجل كثرة ذنوبي لأن العمر المنقضى في الملاهي استجب الدينونة لكن توبي يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة لأن التراب في القبر لا يسبح ليس في الموت من يذكر ولا في الجحيم من يشكر بل انهاض من رقاد الكسل وتضرع المخلص بالتوبة قائلة اللهم اغفر لي وخلصني لو كان العمر ثابتا وهذا العالم أبدا لكان لك يا نفسي حجة واضحة لكن إذا انكشفت أفعالك الردية وشرورك القبيحة أمام الدين العال فأي جواب تجيبين وأنت على سرير الخطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد متهاونة أيها المسيح إلهنا لكرسي حكمك المرهوب أفزع لمجل الزينون أكشع النور شعاع لاهوتك أجزع عن الشق المتدنس على الراقد على فراشي المتهاون في حياتي لكن اتخذ سورة العشر قارئ عن صدري قائلا اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني إنيك أيك الصوصيون الصونيون آمين أية العذراء الطاهرة أزبل إزلك سريع المعونة على عبدك وبعد يا مواجل أفكار رضي عني ونهدي نفسي المريضة للصلاة والسهر لأن استغرقت في سبات عميق فإنك يوم قادر رحيمة معينة والدة ينبوع الحياة ملك ولي يسوع المسيح رجائي نعظمك يا أم نور حقيقة ومجدك عزراء قديسة ولدت الإله لأنك ولدت الإله قلص العالم أتى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر رسلك ليل الشهداء تأليل الصديقين سبات الكنائس غفران خطايا مبشر بالثالوث القدوس له طواح الناس كلها نمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين بالحقيقة نؤمن بالله واحد الله الآب ضابط كل خالق السماء والأرض
ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور لا حق من لا حق مولود غير مخلوق مساوي لا في الجوار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجله نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاطس بمنطي تألم كبرى قام بين أموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجد إلى دين أحياء الأموات الذي ليس مقيم قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المسيح الآب نسجد الله ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معضية واحدة مغفرة خطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي آمين. خطيت يا أبي حلوني يذكرون يا حمل الله يا رافع خطية العالم اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا آمين. كيريا لا يسوعن كيريا لا يسوعن كيريا لا يسوعن قدوس رب الصباوات السماء والأرض من تهام مجدك كرامتك ارحمنا يا الله الآب ضابط كل ياسلوس قدوس ارحمنا يا رب لا قوة تكون معنا لأنه ليس لما يمشي لأدنا وضيقاتنا سواك إلا واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا لن صنعنا بإرادتنا ولن صنعنا بغير إرادتنا التي فعلناها معرفة التي فعلناها بغير معرفة خفية والظاهرة يا رب اغفر لنا لمجل اسمك القدوس الذي ضاعي علينا كرحمتك يا رب ليس خطيئا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك مجدا وإكراما وإكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية أمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي. صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموها ويحبوا ويحبوا يا أخوان
Ευλογητός Κύριος ο Θεός Χριστός, αιώνας αμήν. Νιεθνός Τύρος μου, έπτρος μαρο εσμό, ερωφεν γενιλαίος τύρος.